ساحة المحاكم في بنغازي ميدان آخر للتحرير في بلد عربي آخر، توحي مؤشرات كثيرة بأن نظامه يتداعى. ليست بنغازي ثانية أكبر مدن ليبيا فحسب، إنها أيضا مسقط أكثر من نصف القتلى المعروفين في ليبيا منذ اندلاع شرارة الثورة الحالية فيها في 17 من الشهر الجاري. تلك الثورة التي وقودها الشباب ومطالبهم الملحة، والليبيون والليبيات الذين يتحدثون اليوم بمرارة عن 4 عقود من حكم عقيد معمر القذافي. نطالب الا بالحريه والاستقرار والامان، ولهذا قينا 40 سنه لم نشعر بلذه الامان ولا استقرار ولا حريه، وكل كبت ودوله غنيه ولديها قدرات تعيش ملايين الشعوب، مش اننا عايشين في الفقر وفي القهر وفي الاستبداد. هذه ثوره، ليست ثوره افراد، ليست ثوره افراد، هذه ثوره شعب باكمله بالكامل بجميع اطيافه والوانه واختلافاته الفكريه والعقليه والعلميه، والجميع في 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 هبه واحده كانت. عندما يقول انها ثوره قاموا بها الحشاشين والخمرجيه، هل هذه الجموع التي تراها خلفنا الان، هل الان مجتمعه، هل هذه الجموع هي، هل هذه الجموع، هذه جموع خمارين وحشاشين وسكرجية؟ هذا أب الشهيد محمد اللي استشهد في المطار ليلة اللي طلعنا من الكتيبة اللي جهنم مش الكتيبة، يعلم الله كيف درنا وش درنا. هذا بات الشهيد محمد استشهد قدامي في المطار الله يرحمه، أسأل الله أنا. هذا عبد السلام، هذا عبد السلام الصغير، هذا أب الشهيد محمد. كان اليوم يوم غضب كسابقيه منذ أسبوع، ويوم ترحم ودعاء لأنه جمعة. ازدحمت فيها ساحة المحاكم التي سماها المتظاهرون ميدان التحرير. ثورتنا ثورة بيضاء وهو يريدها حمراء، ولن نجعلها كذلك. إننا لن نتخلى عن هذه الثورة مهما كانت الأسباب وتعددت، وإن هذا الشعب يرفض بشدة قوية أي تدخل عسكري. في إحدى قاعات المحكمة نظم ائتلاف ثورة 17 فبراير أول مؤتمر صحفي له، وأعلن تشكيلة مجلس لإدارة بنغازي يضم 13 ممثلا للقطاعات المختلفة، وقال إن مجلسا عسكريا للحفاظ على الأمن يوجد قيد التشكل. الآن المرحلة تتطلب الجميع وتتطلب جهد الجميع، الولاء للوطن أولا والعناصر الوطنية والكفاءة. الكفاءة أي مرفق يجب أن يتم اختيار الإنسان الكفء لإدارة هذا المرفق، هذا ما توخيناه ونسأل الله أن نكون وفقنا في ذلك. ولكن من تم اختيارهم؟ هم ليسوا وزراء، يعني نحن لم نعين وزراء حتى تكون الصورة واضحة. نحن عيننا أناس يقوم بالتنسيق مع الناس القائمين. من كل الأعمار يتزاحمون في ميدان التحرير، ليلهم كنهارهم ملك لقضية يصرون على إنجاحها. أيام غضب واعتصام تقضيها النساء ويقضيها الشباب والشيوخ في هذا الميدان، شعارهم أنهم يريدون الحرية مصممون على انتزاعها، مطلبهم الرئيسي سقوط النظام. بيبول مهدي، الجزيرة، بنغازي.